لأن اليوم هو موضوع استعمال الأدوية عند الأطفال. لما كيمرضوا الأطفال أحيانا كيخص استعمال ديال الأدوية، إلا أنه عند الأطفال كثير من الأعراض والمشاكل اللي كتكون عند الأطفال اللي هي حقيقة ما كتحتاج شيء الأدوية. حنا كنهضروا دائما بأنه من بعد أنه يكون تشخيص من طرف طبيب أنه ماشي دائما دائما خص ضروري الأدوية. هنا كتختلف المدارس ديال الطب، هناك مدارس اللي هي زعما تستهلك أكثر من مدارس أخرى، ولكن على العموم ماشي دائما فيما يمرض الولد للبنت أنه لابد خص الأدوية. يعني ما ننساوش بأن واحد القضية بأنه الأطفال عندهم هما عندهم يعني حساسية كبيرة من الأمراض، ولكن عندهم واحد القدرة المقاومة هي كبيرة، وهذا هو أنه اللي صعب هذه المقاربة ديال ما بين المرض ديال الطفل وبأنه القدرة ديال الطفل على المقاومة. كثير من الأطفال عندهم قدرة كبيرة على المقاومة بأنهم كيصنعوا أدوية ديالهم من داخل، كيصنعوا مضادات ضد فيروسات. على العموم كثير من الفيروسات اللي كتكون سبب في الأمراض ديال الأطفال أنهم الأطفال كيخلقوا مضادات ديالهم وكيقضيو هما بشوية بشوية كيدوزوا 41 ولا 50 وكيقضيو على ديك الفيروس وكتخلق عندهم واحد المناعة أكثر وأكثر وأكثر. كثير من الأطفال أنه ما بين السن يعني من بعد الولادة من بعد الشهور الأولى حتى السن ديال 5 سنين يتعرضون لأمراض فيروسية، يعني أنه نوع من الزكام اللي هو كيرجع بأشكال متعددة، كيجي بأشكال ديال السخانة والنفكيسيل والسعلة وأحيانا كيجي مع الكرش إلى آخره. هذه كلها أشياء تنتهي بسلام لأنه حتى الطفل أنه كيقدر أنه يقاوم هاد الفيروسات. لذلك أنه ماشي دائما في يمرض الطفل خصو بالضرورة أدوية. طبعا خص المعاينة ديال الطبيب دائما، ولكن دائما عاوتاني يرد البال واحد منه ماشي اذا ما خداش الدواء غادي يكون واحد المشكل. لا، الاطفال عندهم قدره كبيره على المقاومه.